ليش هيك سويت لك ابو العز؟ ولك ليش هيك سويت؟ لك شو هالخشمانية تبعك؟ اركدة مشتلق ابو جودة عن عناية اللي عم نطلع منها؟ هيك بجوز خربها على اهل الحارة كلياتهم. ولك شو هالعملة؟ شو هالعملة هي؟ اخ اخ اخ. طمن، العملية رح تنجح والمريض ما رح يصير له شيء. يالله يبشرك بالخير خالتي جوزيف. الله يبشرك بالخير خالتي جوزيف. شايفك متأكدة انه العملية رح تنجح والمريض رح يطيب؟ ايه، لاني ما لي شامي ريحة موت هون. ريحة موت؟ ليش الموت له ريحة؟ لكان وما حدا بيقدر يشمها غيري. شو حكيم؟ طمنا. طمنا حكيم. حكيم شو اخبار خاطر؟ طمنوا العملية نجحت. الحمد لله. قلت لك انا تضايق ام جوزيف وفي عندي ولاده جوا ولازم شقى عليها. شو نسيت؟ كم مره بدي احكي؟ ايه ما كانت هالولاده بقى تولاد وتريحنا. يا ام جوزيف انت هيك عم تحرجيني كتير. ليش عم بحرجك؟ هاي رزقتي، رزقتي يا اخي، رزقتي. لا حول ولا قوه الا بالله. فوتي، امري لله. بدك تطولي جوا؟ شو بيعرفني امتى بينزل المولود؟ وينك يا ابني؟ يا ابني خير يا خالتي. منين بدي روح على بيت ابو خاطر النحاس؟ العفو منك، شو بدك بيت ابو خاطر؟ بدي بشرهم انه خاطر عمل عمليه ونجحت. الحق إيه؟ الله يبشرك بالخير خالتي. بيت ابو خاطر بتفوتي من هون على اليمين دخلت الجامع، اول صاعدك اليمين بعد منا رابع بيت على الشمال. كتر خيرك. وخيرك يا ستي. ويبعث لك بنت الحلال يلي تسعدك وتصير خاطرك عن قريب. شي هاي شو عرفها اني ماني متجوز؟ وشو عرفها بعملية خاطر؟ لك مين هاي؟ فتحي؟ فتحي؟ ايوه دير بالك. اللي عبدو مين هاي الحرمة اللي فاتت هلا؟ هاي ام جوزيف خالته لابو يوسف. اه معناته كلامه مزبوط. ليش شو قالت لك؟ هلا بعدين بقول لك. روح. شي شلون بدي دق على بيت ابو خاطر مشان كيلي؟ والله عيب. إلا مو عيب، حقي لازم اخذه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا بلاها، الله بيعوضني. مرحبا اخي. عم تحكي معي يا خانم؟ لا، مع الحاجة اللي ورا. لك شو انت جذبة ولا؟ لا انا بدر. اي والنعم. وين بيت ابو خاطر النحاس؟ شحو هنيك. ايدك هاي اللي بتاخذي فيها. اه انت بتجوز ولا؟ ايه انا جوز فوزية. ايه الا لفوزية مرتك بتقلك ام جوزيف تروحي دبلكي على هجوازي. شو بتقلها؟ تروحي دبلكي على هجوازي. خاطرك. الله معي. الله يثبت علينا العقل والدين. عم ناس ماشي عم تحكي مع حالها. قول لابو احمد. ام جوزيف يعني هلأ خاطر بخير؟ صدقيني يا حبيبتي، ما أجيت من عنده لعندكم إلا بعد ما سألت الحكيم عليه وطمني عنه. تسمحي لي بوسك على هالخبرية؟ بوسك العافية حبيبتي. رح خبر أبي. الحمد لله، الحمد لله يا رب. خالتي أم جوزيف، شفتي لي معتز وصهري رياض؟ بلا شفتهم. هلأ رياض بيكون صهري؟ ايه بيكون جوز اختي زهرة اللي هلأ شفتيها وبعثتك من شوي. والنعم. ومعتز دخلك هذا اللي شايف حاله كتير بيكون جوزي؟ لا هو مو جوزي، بس يعني نحن مقرية فاتحتنا. مبروك، انتي بتستاهلي كل خير. انا حسيت هالمعتزة قدع وقبضاي، صحيح مأنزع مثل الديك بس طلته حلوة الضرصة. عبال التمام. الله يسلمك يا رب. اي والله والله بتستاهلي احلى كاسة ما ورد على هالخبرية. لا دخيلك لا تعملي شيء. بدي روح زور ام زكي شوي واسأل عن قرايبي ورفيقه، هن انغربوا وفاتوا على الحارة من كم يوم. والقرآن والرحمن ما بتروحي قبل ما تشربي شيء، على المقل يرتاحي من مشوار الطريق. خلص رح بقعد ما زالك حلفتي. اهلا وسهلا. بالمهلي حبيبتي. ذكرتني بزغرتي وزغرة بنتي.
يا عليهم البنات شو حلوين وهن صغار، وشو بيحرقوا القلب وهن كبار على قد ما بيتاكل حقهم. لكن الرجال بالع كل شيء. ليش؟ قال لأنه له شواري والحرب مالا. مرحبا شواري. الحمد لله الحمد لله، هلا ريحتيني شوي. الله يريحك يا بنتي. الحمد لله. اخ لو بيروم وروح لعنده. لا تاكل هم يا بي، خليك مرتاح. معتز ورياض ما رح يرجعوا على الحاره لحتى يطمنوا عليه. الله يقويهم ويعطيهم العافيه. بتعرفي لك زهره، انا كثير مبسوط من قصرتي. رياض شب شغيل وقبضاي بيقدر الواحد يعتمد عليه ويأمنه على روحه، واعتز شرحه. الله يتمم بخير ونكتب كتابه هو وخيرية ونفرح فيه. لك ايها ايها ارجيني، صرت مثل النفجة بعد هالحمام، مثل العريس. ما شاء الله ان شاء الله بشوفك عريس تقبرني. بس المي باردة يا مو. لا ما لا باردة. بعدين شو اعمل لك اذا ابوك طلع من الصبح ليجيب كاز لهلا ما رجع؟ قوم امي قوم البس عليك ومشط شعراتك قوم تقبرني. خد البشكير مشي في حالك منيح. ان شاء الله بتقبر قلبي الهي. مرحبا فوزية. مرحبا فوزية، الله لا كان جاب الغلا. الله يسلمك. وينك لهلا؟ بعدين وين الكاز؟ ماني شايفته بايدك. كاز؟ ما قدرت تجيب كاز يا بنت الحلال. ما قدرت تجيب كاز؟ لك وين كنت من الصبح؟ كنت عم بستنى ابو خاطر يعطيني الكيله. انو كيله؟ كيله الكاز. شلون بدي اعبي كاز؟ عبي الكاز بسروالي بيزرب. شو دخل ابو خاطر بالكيله؟ قلتي لي ابو خاطر كان طالع من بيته عم يستند على الباب. قمت قلت له يا عمي ابو خاطر بدي اسالك سؤال. ولك هلا بدك تحكي لي سيرة أبو زيد الهلالي؟ شو دخلني أنا بقصة أبو خاطر؟ لك ما أنت سألتيني هالكيلة وأنا عم أقول لك شلون صارت الكيلة عند أبو خاطر. من آخره أبو بدر، إيه؟ بتفوت على المطبخ، إيه؟ بتجيب الببور وبتروح لعند حدا من الجيران عنده زيادة كاز، بتستعار منه شوي، ويا ويلك ويا سواد ليلك. أوه. إذا رجعت بلا كاز أو إذا ضيعت الببور. الله عليك يا فوزية، شو قلك ذكية فهيمة. لك شلون ما خطط لي انا قصة هاي بابور كاز، مع انه امي الله يرحمها كانت تقلي لك يا ابو بدر. ولك تبقى احداها لامك، تبقى احداها، هي ارتاحت وانا ابتليت. روح من وشي. حاضر ستة. ولك على المطبخ. على المطبخ. ايه على المطبخ. ايه عدمني ياك الهي. خدتك جزيف؟ ايه خدتك ام دراب السخن تضرب فيها الكتب. لك هيك يا مرزوم؟ هيك بتغيب انت ويا بدون ما تقلي لوين مقلوعين؟ الله وكيلك يا خالتي ام جوزيف، غصب عنا ما لقيناش حالنا الا بحاره الضبع. وضبع يلي ياكلكم انتو اثنين. ولك ايش في؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اي خالتي ام جوزيف اجت لعنا، شوفي احلى مجدره من ايدين ام جوزيف. الله يا خالتي ام جوزيف وريحتها زاكي كمان. ايش هالمجدره هاي بتفرفح القلب. يا سلام، الله بعت لنا اياكي من السماء عشان تطبخي لنا مجدره. حاكم ابو احمد له ساعه بيسالني بنسلق البرغل بالقبل ولا العدس. اسكت حالك، انا سالتك بنسلق البرغل ولا العدس بالقبل؟ تستحيش ابو احمد، خالتي ام جوزيف صارت منا وفينا، يعني ما بقى في ستر مغطى. ايه كله كله، لو ما اجي ولحقكم كنتوا اكلتوا تراب وبحص. تراب وبحص؟ وليش خالتي؟ لانه رفيقك هاد حاطط العدس بدون ما يصوله من وسخه. وبيي وانا عمالي بقول ايش نسيت يا ابو احمد؟ تعنيني نسيان انقي العدس. الله يا خالتي ام جوزيف، اما لقمه. والله طبيخك زاكي كثير، فكرتيني بطبيخ امي بالاخص المجدره. عارفه الجيران كانوا يستنوها عشان تطبخ مجدره عشان ياكلوا عندها. امك ميته؟ أعطتك عمرها من شهرين وما لحقت لا أشوفها ولا ودعها. الله يرحمها. هاد ياسر هيك كل ما جابت سيرة أمه قدامه بيعرفش إيش بيصير له. إيه راح يبكي. إيش بتقولي يا خالتي أم جوزيف؟ هذا أبو أحمد بيبكيش بنوب.
انت لساتك بغو، بدك فت خبز كتير لتعرف الناس. اسألني إلي، انا خبرت ناس وعرفت ناس على عدد شعر راسك. الرجال الحقيقي بيبكي، بيبكي على أمه، على ابنه، على بلده إذا انهان، بس بيخبي دموعه عن عيون الناس حتى ما يقل مقداره. تعرف ليش؟ لأنه بني آدم. قول قول ولا قول، عشان هيك لأقوم أحكي معاك كلمتين وأرجع. ولك عود بمطرحك، وأوعك تلمح له بشي، اتركه هو بيرجع لحاله. قول ولا قول.